شكلك كتير رايق، ما بعرف شو السبب. يا ريتك كنت رايق هيك من زمان. شو هذا اللي عم شوفه؟ ما عم صدق عيوني. مو معقول، ليش عم تتصرف بهالطريقة؟ انت بتعرفني منيح وبتعرف انا كيف بفكر. انا ما بحب يلي بيضلوا معصبين، وانت اليوم هادي ورايق. شبك عم تحاولي تغيظيني؟ اذا كنتي عم تكذبي علي فانا بحذرك من هذا الاسلوب، وخاصه معي. لو عرف خطيبي الجديد اني انا هلا عم شوفك شو ممكن يصير؟ يا ترى ممكن تقتله اذا ما تقبل القصه. حتى لو هو تقبل القصة وما حكى شي وما تضايق، ولو ما عرف القصة عن جد صعبة مشانك ومشاني. مزبوط كلامي؟ كيف هيك؟ لا تخافي. في شي وقع؟ روح شوف شو عم يصير. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.